رفاع عبد الخالق أمامية إلى علي خليل، إنما الدفاع يتدخل والاستحواذ لمحمود خدوج ومحاولة المراوغة، إنما ريفا عبد الخالق يخطف الكرة والعودة هنا من زيد غرير من الناحية اليمنى. زيد غرير يتباطأ في التمرير، وهنا الكرة الكرماوية إلى أقصى الناحية اليمنى، وهذا التفاهم والتناغم ما بين اللاعبين، ولكن التسديد العشوائي والمتسرع من لاعب فريق الكرامة على ما يبدو لي عماد الحموي من الناحية اليمنى، التسرع